هنا من موقع عقول طنجة الأحرار الرجال، أقول أنتم بضيافة مدينة المحمدية ومن عقل معقلي الرواد إيليت كلوب، اليوم تستضيف طنجة في النهائي اليوم ترى من يكون فائزا باللقب. المدينة مراكش وطنجة ديري كما سيحسم الحكم في لقائي اليوم ومجري الدقائق، كنت بالاستماع إلى من الله أعلم هو يعلق على من على طنجة ومراكش في لقاء نهائي بالدورة الأولى من الدور الوطني إيليت كلوب طنجة عزاز غالي خيس سيتو تهلا بالعائل والعائلة والعروس اليوم والليلة. السلام عليكم. السيد المسؤول البلوي المشرف العام والسيد المسؤول عن الملاعب بلانوريا ونادي بلانوريا يتقدموا للتاقي تحية السلام للفريقين المتأهلين للقبلة النهائية. Yeah.
برافو 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 برافو. قذفة ستكون في اتجاه مربع عملياتي عن فريق لكن الحريري محمد السديسي. قذفة ستكون في اتجاه مربع عملياتي عن فريق لكن الحريري. هذا سوبرمان، هذا سوبرمان يعني في المقابله النهائيه اصطدام واخذ الارض بين اللاعبين. تدخل دفاعي مراكشي يبحث عن الهجمه لفائدته اتحاد طنجه. اليوم الطنجاويون، اليوم الطنجاويون سيقولون لسنيزه ربما غاب عنا لجنه التنظيم اليوم. هنيئا لاكاديميه إليت فوت كوب. هجمه خطيره لفائده مراكشي، تدخل الحارس. إذا اللقاء النهائي بقيادة الحكمين المتألقين عن عصبة الدار البيضاء الكبرى. الثبات الزبير يخطو في ثبات لاقتدار هذه المقابلة، فيما بشعيب الزبير أسماء متناقة فقوية. Je suis allé, j'attends. Quand ils voulaient leur dire je t'aime, je n'avais plus de voix. Bravo. إذا الزاوية لفداء اتحاد طنجة، تدخل الدفاع المراكشي لأكاديمية محمد السادس. Yeah,
على إقعتنا الليلاني في اتحاد طنجة يا الصفية. كرهتي قلبي للسابق ابن مدينة المحمدية بين ليالي وليلة وعشية. تسويقات للاعب المخضر من نجم المحمد المنتخب راطر للعب الدوري أسطورة في خفاء اختفى عن الأنظار والإعلام ورجل متواضع أعطى لكرة القدم وأعطى اسم ذهب لمدينة المحمدية خاطر من محمد المنتخب الوطني اللاعب الدولي السابق اللاعب الدولي ديال العزيلة والرجل دائما هو هكذا طبعه التواضع الأخلاق طبيعة الحال هذه اللجنة المنظمة وكل الداعمين لعملية كوتا لهم التواضعي والشجاعة يا دياري زيد 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 مرحبا بك ضيف الكرامة فويرة 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 رائعة وأجمل تحية من مدينة المحمدية مرورا بسيدي قاسم 21 السلطنية صرت مع الموسم ديال الزاوية ورد عليا وتبوري إذا كتضرب وتقول تحية للتاريخ المشرق لفريق الاتحاد الرياضي القاسمي الذي يقوم اليوم هنا بمركز الاستثناء راحة الاسترخاء من أجل مقابلة الغد إن شاء الله أنا الأجمع خطر لفائدة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تتبين سعودي على قدر عرض يقول متتابع الشباب الرياضي المتوقع والمنتخب الوطني اليوم سيكون منتخب ودي الله يهديك راه غير مقابلة نهائية ايه فين هادشي مدينة المحمدية ايه شكون اللي لاعب انا غير اتحاد طنجة ولاعب مع أكاديمية محمد السادس ماشي مناسبة مناسبة قوم الباب واش ما خبرناش هادشي مليح على الانترنت هادي مدة وشحال الناس ساهرين عليه الناس جاو من طنجة جاو من طنجة اي من جديدة ايوا ساكرة يلا علم ولا نوري المحمدية ايما ايوا دابا اش ممكن كاين مقابلة نهائية شكون لاعب اكاديمية محمد السادس هذا خاطر الفائدة اكاديمية محمد السادس اللاعب ومندي ما
ديالك صافي ديالك هذا صاحبي ها يلا ياسر يلا ها دابا ديك ديك برافو 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 سعد برافو اسمعيك ما عاد العمراقي ريان السعيد بعيد قائلا ها انا ذا
من يقول ستر لا 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 أكرم في موجة ريان هل تكرم الأمور هل يكرم الحارس ريان الله يكرم خلق ريان الله يكرم ريان على ريان هدف جميل ضربة الترجيح الرائعة ريان وريان وأكرم هل ستسرق رياض من مدينة مراكش ليس الرياض السياحي رياض اللاعب الهداف في موجة ريان إيكن في الواجن هل يكون يركل الكرة إيكن بابا إيكن هذا فعلنا ولكن اللي كيحمل هذا كيكون تميز الشوفة ديال اللاعب الخبير هو هذا رقم 10 بالضائع ضائعة تحت الجا يعني بسمع على مسار متميز نتمنوا يعني اللاعب الكبار كيضيعوا على بالك ماتش يضيع يعني زياش ضيع هنا ولحظات شواق مثيرة وكاين اللي كيهرب من الرقة 10 غنى السعد في مواجهة ريان سعد السعيد في مواجهة ريان هل تكون النتيجة معادلة السعد والسعد إذا ياسر في المرة الثانية في مواجهة ريان ياسر ومستعد للهيب طبيعه الحال في دوره تامه الف مبروك لخريطي اكاديميه مراكش